متواصل يا استاذ. تحية متواصلة في مساء هذا اليوم مع سن الفطامين. شوطنا السادس في مجموعة شوط مساء هذا اليوم، والشوط الرابع للصعوب مباشرة على الصدارة، مباشرة مع المقدمة مخلاب خليفة بن محمد بن شاهين. الغفليات على البداية ويقدم انطلاقة مخلاب، بينما المركز الثاني شوف القدوم من خلال تواجد مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. يتقدم الشامخ محمد بن سالم بن راشد الدرعي، يأتي مع الشامخ مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف الوصول شوف القدوم من خلال تواجد شاهين ومبارك بن احمد العامري، ياتي مع شاهين مع المركز الثالث. هذه النتيجه للثلاث المراكز المتقدمه، ولكن الشامخ باحث عن الهاتريك المسائي، باحث عن الهاتريك المسائي ابو طحنون، ياتي على البدايه يتقدم على الصداره بقدوم الشامخ بلا اي توامر. العصافة الأبطال، ولكن الغادم يا سلام وصل بن شاهين مع انطلاقة مخلاب خليفة بن محمد بن شاهين الغفلي مع مخلاب. النقطة الثانية في مساء هذا اليوم، بعدما قدم لنا جلد في أول أشواط الأبكار الصعوب، ياتي ويقدم لنا مخلاب. مشكور على انطلاقك لهذا المسار وحضورك المشرف بانطلاقة هنا ايضا مخلاب على صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني محمد بن سالم الدرعي، المركز الثالث كان الوصول من خلال تواجد شاهين مبارك بن احمد العامري. هذه النتيجة وهذا هو مخلاب. سجل توقيت زمني مقدار دقيقة 53 ثانية. تهانينا والناموس لمالك مشاهدي الأعزاء مخلاب خليفة بن محمد بن شاهين.